البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كما تشوف الاول ديال الفيديو اليوم ما شاء الله غادي نصاوبوا لي بات بصوص بيستو. هاد لاصوص بيستو زعما صوص ديال الحبق. غادي نصاوب معكم كيفاش تعرفوا تقادوا لاصوص ديال الحبق بواحد الطريقه سهله بزاف، وهي عندها تقريبا طريقه وحده تختلف ما بين التقليديه وما بين العاديه. المهم حنايا غادي نحاولوا نجمعوهم بجوج بطريقه سهله، واي وحده تقدر ديرها في الدار ديالها. نبداو الفيديو ديالنا بلا ما نطول عليكم يلا. وبالنسبه لهاد لي بات ديال صوص بيستو، عرفتي تكون من احسن لي بات اللي تقدري تكوني جربتيها في حياتك ولا دقتيها في حياتك. عرفتي شنو هو لي بات بالحبق؟ والا كانوا مخدومين مزيان غادي يطلعوا واعرين، والطريقه ديالها راه ساهله، ما تكمليش معاهم كاع نص ساعه ديال الوقوف في كل شيء، لا في الطريقه باش تصاوبي الصوص، لا في لي بات، لا في كل شيء ديالها، نص ساعه ما تفوتيهاش. يلا نبداو الفيديو ديالنا مع بعضيات البنات. دابا اهم حاجه غادي نحتاجو في هاد لاصوص بيستو ديالنا اللي هي صلصه ديال الحبق ديالنا، هي الحبق. هاد الحبق هذا تتاخديه من عند داك الشيء يبيع مثلا القزبر والمعدنوس، يبيع الخضره وداك الشيء كامل تتاخديه. الا ما كانش عنده راه تيكوموندي الغدا، حقاش هو ماشي بزاف الناس ياخذوه، وغالبا تياخذوه غير لي غيستو وداك الشيء، زعما ماشي مطلوب من عند اي واحد. هاد الشيء علاش ما تلقاوش موجود؟ خصكم تكوموندي عليه عند الخضار ديالكم ولا شي حاجه. هنايا عندي الثومه، غادي ندير انا غير جوج ثومات. الا كانت عندك ثومه كبيره ديري غير شي وحده بركه. هنا غادي نحتاجو القرقاع. القرقاع ما تكوني لا محمره لا فران لا حتى شي حاجه، وما غاديش نحتاجو هاد الكونتيتي كامله. وهنا عندي الفرماج. نورمالمون الفرماج اللي خصنا نخدمو به هو الفرماج بارميزون، ولكن انا ما لقيتوش يتباع في المدينه ديالي، نتوما غالبا غادي تلقاوه. ومهم هنايا عندي الزبده، عندي الملحه. الملحه غادي نحتاجو منها رشيشه صغيره. الملحه عندي غوز ما ديوهاش عليها، ملحه بيضاء ولا اي حاجه، المهم هو الملحه. هنا عندي الزيت، زيت البلديه، ما غاديش نحتاجو هاد زيت البلديه كامله. المهم دابا غادي نبداو الوصفه ديالنا. الوصفه ديالنا غادي تشوفوا كاين اختلاف. الاختلاف اللي كاين في هاد الوصفه هادي، كاين ناس سيصاوبوها بحالي بهاد الطريقه هادي، وكاين ناس سيصاوبوها بالمهراز. ولكن المهراز ماشي هذاك المهراز ديال الحديد ولا ديال النحاس، وماشي المهراز ديال الخشب، هذاك المهراز ديال الحجر. تتكون اليد ديالو بحال مخدومه بالحجر، وهذاك اللي تدقي فيه حتى هو بحال من الحجر. هذا هو الاختلاف، وهي الصراحه الاصل ديالها هو بالمهراز ديال داك الحجر. دابا هنايا غادي نخدموها حنايا بطريقه تتشابه بالريزولتا اللي تيخرج هذاك المهراز ديال الخضر. هنا كيف ما شفتوا حطيت غير شويه الحبق، وريت لكم هنايا الثومه. الثومه قلت لكم القلب ديال الثومه، الا كانت مثلا غادي ديروا ثلاثه ثومات صغيورين، حيدوا لهم القلب ديالهم باش ما تبقاش عندكم ديك الريحه ديال الثومه عاطيه بالجد، لحقاش هذاك القلب ديال الثومه هو اللي تيطلق ديك البنه مجهده، وحنا ما بغيناش تكون البنه الثومه غالبه على الحبق. درت شويه القرقاع، تقريبا شي جوج قرقاعات ولا ثلاثه كيف ما تشوفوا، وزدت شويه ديال زيت البلديه. في الاول حطيت غير شويه الحبق مع القرقاع مع الثومه مع شويه زيت البلديه وطريطقه الملحه كيف ما كنتو شفتو دابا. ودابا غادي نبقى نخلط هادشي كامل مع بعضياته، تنخلط وتنحبس، تنطحن وتنحبس، ما تنخليهاش غادا كونتينيو. دابا غير في الفيديو قرات تبان لكم غادا، ولكن انا كنت تنخلط وتنحبس باش ما يجينيش داك بحال البوماد، ما بغيتوش يجيني بحال البوماد، يبقى ليا بحال مهرمش. هنايا من بعد ما تطح لي ديك الطحنه الاولى زدت عاوتاني الحبق الثاني، وزدت الفرماج. انا درت الفرماج عادي كيف ما قلت لكم، هو الاوريجين ديال هاد الوصفه هادي خصها الفرماج بارميزون. مهم زدت تما الفرماج وزدت الزيت. زيت البلديه غادي نحتاجو تقريبا 150 ملي. انا غادي نعطيكم الديتاي ديال هاد الصلصه ديال الحبق ديال هاد صوص بيستو هادي في صندوق الوصف، الديتاي ديال الجرامات ديال الميلي ديال كلشي غادي تلقاوهم موجودين. دابا غادي نبداو نطحنوا هادشي كامل ديالنا مع بعضياتو حتى غادي نحصلوا على هاد الخليط هذا. كيف ما شفتوا الخليط ديالنا ماشي بوماد، يعني بحال مدقوق في المهراز. هذاك سيرجع لطريقه ديال الطحن ديالكم والطريقه ديال الاستخدام ديالكم. تبعوا الديتاي اللي عطيت لكم في هاد كيفاش التكنيك ديال الخدمه ديالي، كيفاش بديت وكيفاش بديت في الاول، وعدت المره الثانيه، عدت الزيت المره الثالثه. تبعوا الديتاي اللي عطيت لكم غتخرج لكم بهاد الريزولتا هادي. وما نقولش لكم الدار ديالي الريحه ديال الحبق كيفاش عاطيه زوينه بزاف. هنا بغيت نوريكم بالله هاد لاصوص بيستو تتباع موجوده على برا، وبغيت نقول نوري لكم الفرق ما بين صوص بيستو اللي على برا وما بين ديال الدار.
انا راه حلقي شويه تضرني مع ضربني شويه البرد، ما ديوهاش على الهضره ديالي اللي كانت ماشي هي هذيك. المهم اول حاجه الفرق اللي تيبان لينا هو الفرق في اللون. شوفوا كيفاش شوز بيستو اللي صوبناها في الدار كيفاش تكون دايره، وهذه يلاه جديده الا بقات لينا غادي تزيد تخسر لينا في الثلاجه. وهذه صوص بيستو اللي تتباع على برا. الامانه صوص بيستو هذه فيها المذاق ديال الحبق، وزعما حتى فيها شويه ديال ريحه الحبق، ولكن باش نهضر معكم في الواقع والله صار الصوص بيستو اللي صوبتها في الدار الريحه ديالها مجهده اكثر، وفيها زعما تحسي بها الصراحه تحسي براسك مرتاحه من جهتها. ما علينا، دابا غادي ندوزو باش نصاوبو لي بات. وبزاف ديال لي غيسو تيخدمو غير بصوص بيستو العاديه، ونيتها هي غاليه دايره 35 درهم، ما بين 30 درهم حتى 35 درهم. ندوزو كيف ما قلت لكم لي بات، درتو يتغلى مع شويه الزيت والماء مغلي، ودرت فيه شويه الزيت ودرت طاغلياتيل، درت هنايا مقيله، درت فيها شويه زيت البلديه، غادي نحط لها دان ديالي ولا الدجاج اللي انت بغيتي، وغادي نزيد عليه البصله. كاين هنا اللي تيدير البصله هي الاولى مع الزيت تتشحر عاد تيحيد عاد تيدير الدجاج، انا لا تندير كلشي مع بعضياتو بحال هكا، وتنغطي عليه وتنخليه يتشحر حتى الذوب ديال البصله بلا عطريه بلا ملحه بلا والو، لحقاش هذيك لاصوص بيستو تتغنينا على العطريه كامله. هنا دابا غادي ندوز لها من بعد البصله ديالي ما تشحرات، وخليتها بحال شدات شويه لتحت في المقله باش نحركها باش تطلق لينا هاد التذهيبه هادي، وبحال ديك البصله فاش تكراميليزا غير واحد شويه تطلق البنه حسن ما تكون غير مشحره عادي. دابا زدت لها لي بات ديالي حيدتها صفيتها ودرت عليها الماء بارد باش تبقى معمره ما تعجل ليا. هكا تيخدموا لي غيستو باش لي بات تيلا بقاو لهم اليوم يخدموا بهم غدا، والصراحه ما تيخدموش. انا متفقه معاهم على هاد القضيه هادي، ماشي مشكل لي بات تبات ليك، كاين غير شي مسائل شي حوايج ولا شي مسائل ما يقدروش يبقاو حتى الغدا، هي فين تيخسروها لي غيستو تيبقاو يخليو كل حاجه تتشيط لهم تيخليوها غدا. وهي كاينين شي حوايج تيستحملوا يبقاو ليك حتى 3 ايام ماشي مشكل، وكاين شي حوايج ما تيستحملوش الا ما خدموش ليك تخصهم يترماو. المهم دابا كيما شفتوا زدت عليهم هذيك لاصوص بيستو ديالي تقريبا شي جوج معالق ونص، وغادي نبقى نحرك فيهم بحال هكا، ما غاديش نخليوها فوق المقله اكثر من 3 دقائق، غير هذيك لاصوص بيستو تدخل في هذيك لي بات ونبقاو نحركوها بالطريقه اللي شفتوا صافي، وغادي نحطهم في الطبسي اللي غادي تقدميه. الطريقه ديال الحطه ديالنا حاولنا اليوم نديرو شويه الحطه تكون مقاده وتكون الحطه تجي في الوسط ويجي الجناب ديالها نقي، وهادشي كامل حطيت لي بات وغنبقى نحط هذاك الدجاج غادي نهزو مع تيبقى الدجاج لتحت ولا شامبينيون ولا اي حاجه زدتو فيها تتبقى لتحت زدتو من الفوق. وهنايا زيت البلديه كانت طلقات لينا في المقله ديالنا، ما نقولش لكم ديك زيت البلديه كيطلقها النسمه ديال الحبق واعره بزاف. ومسحت الطبسيل ديالي درت شويه ديال العياقه كيف ما تيقولوا، درت شويه الحبق وراق من الفوق، وهنايا غادي نزيد شويه ديال القرقع. شوفوا الشكل النهائي ديالو. اللي ما قرش لكم وقيلا في الاول الحبق حيدوا له دوك الرجلين ديالو كلشي باش ما يطلقوش لكم المروره، وبالصحه والراحه وما غاديش تنساو هذه الوصفه. لكل الحلوة آية تمشي حلوة تمشي عند يا تمشي لاكل لا بيتي نقلة حلوة وعلاش أختي لاكل ما تمشيش ليها وتاكل الحلوة آية نقلة حلوة عاطي برقاقة برقاقة تبغي تشوف من الفوق هذا يلا صافي سير قل سير فيها ادي الماء دي معاك الماء وسير يلا قسم التلفاز عرضي الكوموند البنات انا دابا يلا حساليت شوفوا اوريتها لكم كيفاش جات تتجي تتحمق بزاف بزاف تتجي واعره لذيذه انا صراحه ما دقتهاش دابا يلا غندوق قدامكم من ناحيه الملحه حاسب الا غتكون هي هذيك بسم الله والله بكرهتكم تذوقوها وحق الله تا بنينه عاتي الريحه في الدار كي دايره ديال الحبق ريحه فنه وخا تبقى ما عندكش مشكل حقاش ريحه الحبق عاتي واعره 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 بزاف خطيره احسن من صوص طوماط ومن صوص بلونش وداكشي هذه بالنسبه لي انا احسن لي بات نقدر نديرها في حياتي ولا نقدر ناكلها فشي بلاصه ولا شي حاجه وما نقدرش ناكلها عاوتاني في اي بلاصه حيت ماشي كلشي تيصاوب عليك مزيان
واعره. حتى هذاك القرقع اللي حطيناه من الفوق تيطلق واحد البنه زوينه. ولا كانت عندكم شويه ديال الفرماج مازال شايط ليكم محكوك ديروه من الفوق حتى هو تيطلق واحد البنه زوينه، وخا ياكلها بالفرماج. البنات انا دابا كنت قاصه مونطي لكم في الفيديو وبالي بلا ما درتش نهايه ديال الفيديو. بغيت نقول لكم الفيديو ديالي هو هذا، عرفتوا شنو هاد اليومين هادو شداتني واحد التبوريشه. دابا نيت شداتني تبوريشه مورا فاش ساليت الفيديو شداتني واحد التبوريشه بزاف. وحلقي بعدا راه تيضرني بزاف، فخديت واحد الكيره هذيك اليومين اللي ما كنتش حطيت لكم بسبب كان شداني التبوريشه، ودابا عاوتاني رجعت لي واخده واحد الكيره. دابا وقيله تيبان لي غادي ناخذ شي سيرو ديال الكحه، وشات نزلت على الدار باش ما تبعدش معايا. لحقاش هي اصلا مريضه بعمد الله على صبه، الا باتت معايا غتزيد تكمل. شوفوا متبع هذا على قبل ساغن. شريت خمسه، واحد ديال الضفار بحال مثلا. دابا انا الضفار ديالي عندي هاد بونته فخايب، شفتوا كيفاش داير؟ عندي بونته فخايب بزاف. خديت ليه دابا راه بدا تيبرى ليا، عرفتي كي كنكر كله دم. هذا اونتي ستان تنديرو في الليل فاش نبغي نعس زوين بزاف، تنديرو غير هنايا. حتى على ساغن نقصو ليا واحد شويه. يلا بديتو دابا شي مبقاتش ديك الزروقيه ديال لا ساغن كيف ما كانت. وخديت هذا هو، راه كنت واخده خمسه كل واحد وديالاش. دابا شات هزات ليا جوج، ما عرفت فين كاين غالبا نلقاهم في الاخر ديال. وهذا شوفوا كيفاش داير، شوفوا زوين بزاف. ديال الفم، عرفتي الفم ديالك تيولي رطب. وهذاك اللي هزت ليا شاد قوماج ديال الفم، وعندي واحد ديال سميتو هذا ديالاش، هذا ديال الضفار، هذا تيطول الضفار. شاد هزت ليا هذاك ديال الحجبان اللي تيطول الشفار، وهزت ليا هذاك القوماج ديال الفم حتى هو واعر. المهم هادو تنخليهم حدايا، دابا خصني نمشي نقلب عليهم حتى نفيق الضو ونقلب على دوك الجوج اللي بقاو لي ونبدا نخبعهم عليه. تيعجبوني تنحطهم حدايا في الليل، تنبقى جالسة صغيورين تنبقى نديرهم. شوفوا كيشرب هذا الشرب هذا كامل، هاد اونتيسان دابا قصو عرفتي ناشف، وما تيبقاش كاع لا وجهك معلك حتى حاجة زوين. المهم غنخليكم دابا، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد يكون احسن من هذا. كلشي دابا ولا مريض بعد البرد خايب، ما كاين الصهد، ما كاين البرد، الجو مرون في شكل داير. المهم نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد يكون احسن من هذا ان شاء الله. يلاه بسلامه، باي باي.